من جديد مرحبا بكل مستمعينا فين ما كنتوا، اكيد مغاربه العالم والجاليه العربيه ايضا. مرحبا بالتواصل ديالكم، مرحبا باش انكم تشاركوا معنا هذه المره من خلال المسابقه ديالنا على رقم ديال الواتساب اللي هو 0702 024 40 على شاده اف ام. مع فقره مطبخ ايديال حضري معنا شوربه شوفان ايديال جديده وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها. بعتي لنا صورة مرفوقة بمنتوج إيديال شوربة شوفان عبر الواتساب على الرقم 0702 024 40. وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة. من جديد مرحبا بكل السيدات والسادة اللي كيشاركوا معنا من خلال المسابقة ديالنا على رقمنا الواتساب اللي هو 0702 024 40. كتشاركوا معنا، كتبعتوا الوصفات ديالكم، ودائما طريقة المشاركة سهلة جدا، يكفي أنكم فعلا ديروا هاد الشروط هذه، الاسم ديالكم بالكامل الله يعطيكم الخير، المدينة منين نتوما، والوصفة ديالكم تكون مصورة بطريقة اللي هي زويونة بحالكم مع المنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها. دائما المنتوج يكون صحيح، هذه أمور كتخليكم فعلا كتخول أنكم تكونوا رابحين معنا. نسمعوا الأصوات ديالكم، نسمعوا الطريقة والمشاركات ديالكم، أكيد كتربحوا معنا كل نهار مجموعة من الأجهزة الإلكترونية المنزلية، لأن كل واحد فيكم كياخذ كادو ديالو بالصحة والراحة. نقاط كثيرة كنشاركوها معكم، وأكيد نقاط أكثر من خلال المشاركات ديالكم. اليوم غنمشيو للجديدة. السلام عليكم. عليكم السلام. لاله لاباس عليك، أمورك هانية؟ الله يحفظك. الله يحفظك. شرفيني عافاك بالاسم ديالك. فاطمة الزهراء من مدينة الجديدة. فاطمة الزهراء ايش؟ فاطمة الزهراء. مرحبا. عاود الاسم ديالك عفاك. فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الطائفي. رضا من جديدة. دونك تيشاركتي معنا في المسابقة ديالنا، اعطيني انس، اعطيني حيت صيفتي جوج الوصفات، تعطيني ديال الشوربة. واخا لا. ياك. اييه. ديال الشوربة، واعطيني المقادير ديالها والمنتوج اللي استعملتي فيها. ورفع الصوت ديالك عافاك. واخا لا لا، المنتوج باين ومعروف اللي هو غزال فصل المنتوج ديال ايديال اللي بشوفان وبسبع بودور. خديته من محل تجاري كبير وصافي، هو ديجا جاهز فيه الملحه، فيه كل شيء، غير الثاني انا شويه مشله ما دابا البرد وداك الشيء، مشله مع وشويه الزيت شويه يسخنوا وكندير لهم شويه الماء طايب. خلاص زدت الشوفان. بلاتي فاطمة الزهراء عافاك، دابا انت عطيتينا المنتوج، اجي عطينا المقادير بشويه عليك، راه ما مزروبينش. ماشي مشكل، ماشي مشكل، بشويه عليك، لا يزرب على صلاح. اجي ناخذ المقادير باش الناس اللي تبغي تقيد معاك ما تنسايش، كاين تبارك الله حد قالت لك يبغيو يقيدوا المقادير، وكاين حد قالت لي غيبغيو يشوفوها من بعد. عطيني المقادير بشويه عليك، شنو خديتي في المقادير والطريقه ديال التحضير. يلاه الطريه دابا هذا هو الوقت ديالها، وكتجبد بنينه في الصوص صراحه. بس الطريه تاع ليها واحد الفص ديال الثومه يكون متوسط، حكيتو وشويه زيت العود حتى تسخنوا في هكا كاسرول، وكتزيد عليه بشويه الماء طايب. اييه صافي. وكنزيد الشوفان، الشوفان واحد ما بين 5 حتى 10 دقائق. اشنو كتضيفي؟ عطيني السميه ديال المنتوج كامله. الشوفان بسبع بودور. الشوفان بسبع بودور، نوزع عليه ديجا هو فيه البودور كاملين، ولا بغيتي شي واحد يزيد شي حاجه حتى نحط شويه ديال هذاك اللي جبت ثاني شويه البودور من عندي، شفت الثاني مشات لي السميه ديالو خلاص. معليش ماشي مشكل، مرحبا. ما طيب حتى غلى مزيان، واحد ما بين 5 حتى 10 دقائق، كيف مازال كيبان لك الصوب راه عقادك صافي. واحد كاس ديال الحليب. اييه في الاخير. في التقديم كديري زيت العود وزدت عليه الزعتر سخنتو شويه وخفيتو صافي، كتجي شوربه سخونه لذيذه رائعه صراحه، وديجا بنين بلا زعما عرفتي كيبقى اضافات وديجا بنين. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. تبارك غير متعقدك. ماشي مشكل، ماشي مشكل فاطمة الزهراء، ماشي مشكل، حتى المباشر عنده وقعوا عادي الامر. بلاكس بلاكس، مرحبا. دونك فاطمة الزهراء عندك هديه ديالك اليوم، كافيتيغ بالصحه والراحه. ميرسي. الا كنتي من محبي القهوه. شكرا لك، شكرا لك فاطمة الزهراء. ضروره الجبحه، وانما ملي كنشاركوا معكم تا
الحوت مش مصري كوم هذا هو ربح هذه لا تا كادو زويني تالي كادو تاخذوهم من عندك تزيد واحد الثقه واحد المحبه خاصه ملي كنشوفوكم ايضا بالعكس بالعكس شكرا على وفائك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك هذا كيف كنقولوا واحد الحاجه واحد تذكر واحد سوفوني كتذكروا بها المسابقه وكتذكروا بها شهاده وهذه الامور كلها فشكرا لك بزاف فاطمه الزهراء من جديده وشكرا على التواصل ديالك اكيد ملي تنتكلموا تنتكلموا على انكم الوصفه ديالكم تكون بالمنتوج ديال ايديال ديال الشوفان ديال سبع بودور اولاد القرفه كتحطوا الصوره ديال المنتوج مع مرفق مع الشوربه ديالكم او الوصفه ديالكم صوره تكون مقاده زويونه الاسم ديالكم بالكامل عفاكم زائد المدينه منين نتوما هادشي كله كترسلوه لينا على رقمنا ديال الواتساب اللي هو 0702024040 واحد موافق ان شاء الله للجميع. وانتي فايتلك جربتي شوربه جديده وصحيه ديال الشوفان ايديال؟ حضريها معنا وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها عبر الواتساب على الرقم 0702024040 وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة.